السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة ديال اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نبدل البيدالات اللي عندي في البيكالة الجديدة هادو، وغادي ندير الفلات بيدالز اللي كنت مولفهم في البيدالة القديمة، كيعجبوني حيت لاكروش عندهم مزيانة بهاد المسامر هادو. اذا اول حاجة هي الادوات اللي غادي نحتاجها. غادي نحتاجو لاكريس بحال هاديك اللي عندي تما، او لاكريس عادية. وغادي نحتاجو هاد السيروت هذا اللي كنقولوا ليه السيبو ولا الالنكي، كيش تدخل في البيدالة من هنا بحال الطريقة هذه. وكاين بعض الانواع البيدالات القدام اللي ما فيهمش هاد القضية هذه، كنحتاجوا ليهم سيروت. هو سيروت عادي ديال 14 يقدر يخدم، ولكن من الاحسن تكون لي بيسور ديالو رقيقة، حيت بعض المرة البيدالة بحال هكا ما كتخليش لك في تشد لك هاد السيروت كبير. داكور خبيب، دابا غادي نتكلموا على الاتجاه ديال التزيير والاتجاه ديال الرخيف. اذا فاش كنكونوا غادي كنبيداليو كنبيداليو في الاتجاه هذا، تري نحطو هذه الصبعه. اذا فهذا هو الاتجاه اللي كنبيداليو فيه، يعني بالنسبه لي هذا هو الاتجاه اللي غتزير فيه هذه البيداله. انا غنحط الكاميرا الاخوان باش نحسب الجدين. اذا الاخوان كيف ما قلت لكم، دابا انا شديت السيروت ديالي وحلته في البيداله، وفاش كنكون غادي في الطريق كنبيداليو بهذا الاتجاه هذا. دونك هذا الاتجاه هكا هي كنزير، يعني انا غير خصني نشد السيروت وندوره هكا بحال اللي غنبيداليو بالخلف. الى تعكسوا لكم شي شويه تقدروا ديروا شويه الديكريبو هنا ما بين البيداله والدراع، فيهم بجوج تخليهم واحد 5 دقائق. الأولى ولا داعي لذاك التزيير بزاف، هي اصلا مديزاينيا باش تزير مع البيدالات. غادي نقوم بنفس العمليه البيدالة الثانيه. كنحيد الاخوان هذاك ليكسي ولا داك الشيء اللي خرج ديال لاكريس باش ما يجمعش لي راس من الجهات بجوج. اذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون فيكم بشي حاجه، ما تنساونيش باللايك ولا بالاشتراك، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في حلقه اخرى. مع السلامه.